سقوط مروحية خلال مطاردة بحرية لمهرب الحشيش بين المغرب وإسبانيا. لقي طيار إسباني مصرعه وأصيب اثنان آخران بجروح خطيرة جراء حادث ارتطام مروحية بسطح البحر بمضيق جبل طارق خلال مطاردة بحرية لقارب سريع كان يقوده مهرب للمخدرات بهدف تهريب الحشيش من المغرب إلى جنوب إسبانيا. ووفق وكالة أوروبا بريس للأنباء، فإن الحادث وقعت في الساعة الثانية من صباح اليوم الأحد عندما قامت مروحية تابعة للجمارك البحرية الإسبانية برصد قارب لتهريب المخدرات ومطاردته قبالة ساحل سان روكي بإقليم قادس، فأدى ذلك إلى ارتطام المروحية وسقوطها في مياه المضيق.